سمعت تدرس المندل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكر جزيل الله سيدي اسكاني عبد الله بن القران المجيد سوره سجده الحمد لله كيف تنسي القران المجيد شكل مشابهات في جنات الجنه আমার এসডিআর প্রধান সিরিজটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আশা করি অনেক উপকার হবে। جهلت عيون الناس ما في داخلي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فعلا نوشان فلشتان نوشان آيات نو ایک سورة نام سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. مشابه نمبر 3 নম্বর 15 পৃষ্ঠা নম্বর 12 আয়াত নম্বর 1 সূরা নাম সূরাতুল কাহফ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. مشابهنا مسير بارانوم باش بريشتانوم شانت آيات نمبر 1 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. مشابهنا فاس فارنا مايش فرشتنا تلا آيات نمبر 1 سورة نام سورة فاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى يسير في الخلق ما يشاء